من هون. استاذ حسين ايوب، بدايه الحاكميه، مصرف لبنان، نواب الحاكم، رياض سلامه، ماذا يريد رئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب؟ ما هي الخيارات والسيناريوهات المتاحه؟ اولا خلينا نقول انه ازمه الموقع الحاكميه هو تعبير واحد من التعبيرات عن ازمه النظام السياسي الاقتصادي المصرفي المالي كليتها. بالاخير رياض سلامه هو برغي بهذا النظام، وهذا النظام عم يثبت اكثر فاكثر مع كل الوقائع اللي عم تدحرج لبنانيا انه مش قادر يحل مشكل بالبلد. طبعا في مسؤوليات بعدين يعني بتتوزع على فلان وعلى فلان، وواحد من المسؤولين هو رياض سلامه، لانه في جريمه كبيره اسمها جريمه تبديد ودائع اللبنانيين كلياتها. هي واحد، نقطة أولى. النقطة الثانية يعني الشيء المفارقة أنه أنت كنا بفراغ رئاسة جمهورية، تصريف أعمال حكومة، تعطل المجلس النيابي، إذا بدك في مؤسسات بالدولة طويلة عريضة شبه معطلة. اليوم عم نوصل للموقع الأهم بالإدارة اللبنانية اللي هو موقع الحاكمية مهدد بالفراغ. هذه كمان نقطة. الشغلة الثالثة اللي بدي أقول عنها أنه نحن وصلنا، أما وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه، شو الخيارات المتاحة قدامنا؟ واضح أنه كان في يعني جهد للأيام الأخيرة، كان في أقله في حدا عم بفكر، وخليني أقول تحديدا يعني وزير المال دكتور يوسف خليل طرح فكرة التمديد لرياض سلامة لمدة 3 أشهر. واضح أنه رئيس الحكومة رفض إدراج هذا الموضوع نهائيا على جدول أعمال مجلس الوزراء، وقال أنه أنا ما بحملها قدام الشارع المسيحي. هاي الحكومة التزمت بتصريف الأعمال بالحدود الدنيا، صارت مطلعت لها أكثر من 600 مرسوم، ضلني تحت هذا السقف، مش راح أتجاوز هذا الموضوع. وبالتالي احتمال إعادة التمديد لرياض سلامة صارت تقريبا، حتى ما نقول انتفت كليا، صارت تراجعت إلى حد كتير كبير بضوء الموقف واللي عبر عنه رئيس الحكومة اليوم للشرق الأوسط. الاحتمال الثاني هو تعيين حاكم مصرف لبنان جديد. نفس القواعد اللي بتسري على التمديد، ولكن مع نبرة مسيحية عالية جدا ضد التعيين قبل ما يكون في رئيس الجمهورية، الموقف اللي حطه أمين عام حزب الله إلى آخره، صعبت هالمهمة. هل جرت محاولات للتعيين؟ أكيد جرت محاولات للتعيين. طرح الأمر على جهاد أزعور أنه يستنسخ تجربة الياس سيركيس، أنه هذا المقعد مضمون بينما رئاسة الجمهورية مش مضمونة. فيك تعمل حاكم مصرف مركزي، وبعدين إذا صار في رئاسة جمهورية بتترشح مثل هالمرشحين، إذا ما زبطت بتكون كسبت. يعني مين اللي تواصل معه وعرض عليها العرض؟ تواصل معه أكثر من طرف رسمي محلي لجهاد أزعور. يعني طرف حكومي أم طرف؟ لا لا لا، طرف حكومي طرحت معه الفكرة، رفضها كليا وقال أنا مرشح لرئاسة جمهورية، علما أنه قال له أنه وصولك على هذا الموقع بيعطي كريدت أكبر للبنان، لأنه بتعطي عنوان للثقة الدولية، أنت حافظ ملف صندوق النقد وإلى آخره، وبتعطي يعني بتقطع شوط كثير كبير بهذا الاتجاه. يعني طبعا استاذ حسين، يعني حسب المعلومات انه تواصل معه رئيس الحكومه شخصيا؟ لا لا، ما مستشارين تواصلوا معه مجموعه، في حتى وزراء بالحكومه تواصلوا، في اصدقاء مشتركين تواصلوا معه، رفض البحث كليا. صار في تواصل بين، خلينا نقول تواصل غير مباشر عبر احد الاصدقاء المشتركين بين رئيس المجلس وسمير عساف، كمان رفض سمير عساف الفكره كليا، انه انت في تغطيه دوليه فرنسيه، في غطاء مسيحي لك، خلينا نجيبك على هذا الموقع. كمان رفض وقال لاكثر من وسيط، قال لهم انه انا مرشح لرئاسه الجمهوريه ولا اريد حاكميه مصرف لبنان. كان انطرح الاسم الثالث اللي هو كميل ابو سليمان، ما بعرف شو الاسباب اللي خلت اسم كميل ابو سليمان يتراجع بالخارج وايضا بالمعادله المحليه. فاذا ابواب التعيين الحاكم مقفلي. مصرف لبنان جديد مقفله. بيبقى عندك الخيار الثالث، الخيار الثالث انه بتنتهي ولايته لرياض سلامه وبيحل محله النائب الاول بموجب الماده 25 من قانون النقد والتسليف، انه بحال مرضه او غيابه او وفاته لا سمح الله الى اخره، انه بيحل محله النائب الحاكم الاول. واضح انه الموقف اللي حطه، سقف السياسي اللي رفعه الرئيس بري بهذا الموضوع، انه انا ما رح يعني بكره بقولوا حطوا شيء عائدهم على الدوله، وزير مال وحاكم مصرف لبنان ومدعي عام مالي، انا ما بحملها، يخيطوا بغير هالمسلة، خلت في حالة تهيب بهذا الموضوع. علما وهي بين مزدوجين، انه زيارته لدكتور وسيم منصوري على امريكا كانت ايجابية، استمعوا له الامريكان لاولوياته، تقييمه للوضع النقدي والمالي،
وقالوا له انه هاي مساله سياديه، في مندرجات معينة إلى علاقة بمجموعة عناوين أنت أبديت استعدادك للتعاون، نحن معنا استعداد، يعني عنا استعداد للتعاون بالمقابل، المسألة تتجاوز الشخص. وكانت الأجواء حسب ما هو قال لكثير ناس راجعوا أنه كانت الأجواء إيجابية جدا على الصعيد الأمريكي، وبالتالي يعني القول أنه في موقف أمريكي سلبي من موضوع وسيم منصوري مش صحيح. ننتقل للخيار الرابع. الخيار الرابع هو اللي ارتبط ببيان النواب الأربعة اللي قالوا فيه انه نحن اذا ما تعين حاكم مصرف يعني ناخذ خطوه عم يلوحوا بالاستقاله. انا بعتقد انه يعني هذا يعني يا ريت ما طلعوا البيان، يا ريت ما طلعوا البيان، لانه هن عم يدينوا حالهم بهذا البيان. ليش عم يدينوا حالهم؟ طب هودي اربع نواب لحاكم مصرف لبنان تعينوا بعد الازمه، يعني بعد 17 تشرين بحكومه حسان دياب. طيب انتم تعينتوا بواقع الازمه، وكان في تلك الفترة عم ينطرح بقوة الضغط السياسي اللي مارسه الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والتيار الوطني الحر فكرة إقالة رياض سلامي وتعيين حاكم بديل، وانتو كان هذا الاحتمال موجود بكل لحظة قدامكم، وانتو كنتوا عم تقبضوا رواتبكم من الدولة اللبنانية على أساس أنك أنت بموجب القانون نقد والتسليف أنه إذا صار شيء رياض سلامي أو استقال أو أنت بتحل محله. اكتشفت بعد ثلاث سنين أنه أنت مش قادر تقوم بهالموجبات، طيب ليك أنت عم تقبض راتب؟ شو بده يقول يعني تنقول واحد مثل الدكتور وسيم منصور؟ شو بده يقول لتلاميذه اللي بيعلمهم قانون دستوري كان بالجامعة؟ أو شو بده يقول الدكتور سليم شاهين اللي كمان كان بيعرف هذا الواقع وهو كان أساسي بفكرة البيان، وإن كان تولى صياغته الدكتور وسيم منصور بحكم خبرته القانونية والدستورية؟ أنا بعتقد أنه بالمسار اللي هلأ نحن موجودين رايحين فيه، رايحين على المسار اللي الأكثر ترجيحاً هو المسار الاحتمال استقالة الأربعة أو الوصول الى لحظه انه بالحالتين رح يكون وسيم منصوري هو النائب الحاكم بده يمارس. حتى اذا في حال استقاله الاربعه كيف حتى في حال استقاله الاربعه بياخذ قرار وزير المال انه بكلفهم للنواب الاربعه بتسيير الاعمال. كان في فكره مطروحه انه مع الحاكم، مع الحاكم تراجعت هذه الفكره كليا، لانه طلع انه في فرق بالمعنى القانوني بين حاكم انتهت ولايته وبين موظفين فئة أولى استقالوا. نعم. وبالتالي ما يسري على النواب الحاكم لا يسري على الحاكم، الحاكم كليا. نعم. هلأ وين أنا برأيي يعني في هيك خلينا نقول بين هلالين، وقت بيصل لدريان على بيروت نهار التنين اللي جاي ب 17 أنا خايفين أنه تصير مهمته، لأنه هو جاي بعتقد هلأ زميلنا بيعرف أكثر شوي تفاصيل عن المهمة، جاي يعني جاي يمكن يعدلوا أكثر من أسبوع بعتقد التنين. خايفين يصير جدول اعماله له علاقه بالحاكميه مش برئاسه الجمهوريه.